طيب خلينا نروح لزمن المراسلين. وقفتنا هذه المرة مع أحلام العبدلي من تونس. يسعد صباحك أحلام. نبدأ بالقصة الأولى. أنس جابر تغيب عن الأولمبياد، لماذا؟ صباح الأنوار. بالفعل في قرار أثار الكثير من الجدل هنا في تونس، أعلنت النجمة نجمة التنس العالمية التونسية أنس جابر عن تغيبها عن أولمبياد باريس بسبب دواعي صحية، فتقول أنها ارتأت مع فريقها الطبي بأن تغيير الأرضيات قد يؤدي لأضرار على ركبتها التي تعاني فيها بعض المشاكل. أنس جابر ستكون موجودة في دورة برلين لكن في الأراضي المعشبة، كما أنها الجميع يعرف أن أنس جابر تستعد دائما وبقوة إلى أحد أبرز بطولات الجراند شلام في ويمبلدون في بريطانيا التي تنطلق في يوم 1 من الشهر المقبل، وهي أيضا في الأرضية المعشبة حالها حال البطولة في برلين. فأنس جابر يبدو أنها تتخذ قراراتها هذه المدة واضعة لجراند شلام في ويمبلدون نصب أعينها. سلامات للنجمة التونسية التي قالت على صفحتها على فيسبوك في البيان بأنها ستشجع كامل الرياضيين التونسيين الموجودين في أولمبياد باريس. بس رح تكون في ويمبلدون ولا لا؟ فاتتني دي. مهم. رح تكون طبعا، هي موجودة أيضا في بطولة برلين وكذلك سوف تكون في ويمبلدون، لأن تلك البطولات معشبة وهي لن تغير الأرضيات هذه المدة وسوف تستمر على ما يبدو في الأرضيات المعشبة. كل التوفيق لأنس جابر، أكيد إحنا ندعمها. ولكن هناك قصة سيئة ومحزنة جدا حصلت في تونس، ما هي تفاصيلها؟ صحيح، اسمها انتظار، حملة انطلقت على السوشيال ميديا في الساعات الفارطة في جريمة حزينة جدا هزت الشارع التونسي. امرأة في مقتبل العمر 30 سنة فقط وعمر انتظار الزوجة المغدورة التي ذبحها زوجها في محافظة القيروان في الوسط التونسي، للأسف من الوريد إلى الوريد مع الطعنات متعددة. لفظت أنفاسها الزوجة فور وصولها إلى المستشفى. هناك فيديو مؤلم كان انتشر على السوشيال الميديا قام بتوثيقه أشخاص لا أعرف حقيقة لماذا اكتفوا بالتوثيق ولم ينجدوا هذه الزوجة المسكينة التي يبدو وأنه دب خلاف فجر الاثنين بينها وبين زوجها، فعمد إلى تعنيفها، فرت إلى الشارع، لحق بها وسار مسار، وهي أم لطفلين 30 سنة فقط كما قلت هو عمرها. النيابة العمومية أذنت بإيقاف المجرم الجاني الذي تورط في هذه الجريمة البشعة. أردت الإشارة بأن 25 جريمة قتل النساء في المحيط العائلي تمت سنة 2023، منسوب العنف يرتفع. المنظمات الحقوقية والنسوية خاصة تدق ناقوس الخطر خاصة بعد هذه الجريمة التي جدت يوم الاثنين الفارط. النيابة العمومية أوقفت الزوج، الأبحاث جارية الآن ولا ندري هل ستشمل الإيقافات أشخاص آخرين قد يكونون مثلا لم يقوموا بنجدتها أو لا نعرف بقية أو تفاصيل القضية، في انتظار تصريحات النيابة العمومية. الملف هنا أثار جدل كبير وكبير جدا وشغل السوشيال ميديا، رحم الله انتظار أحد آخر ضحايا للأسف العنف المسلط ضد المرأة. يعني لا أعرف ماذا يحدث في هذا العالم والنساء هن الضحايا. شكرا لك يا أحلام العبدلي، شكرا على هذه القصص والتفاصيل.